أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري استمرار المباحثات لحسم باقي المناصب الرئاسية، مشيرة إلى أن الجانب الكردي ستكون له الكلمة الفاصلة خلال الأيام المقبلة. المباحثات والتفاهمات جارية على الكتل، لا زالت يعني هي الكتل لا ليست واضحة، فلذلك السبب نحن سيكون لدينا القول الفصل إن شاء الله في هذه الأيام المقبلة. نحن نتأمل أن يكون السياقات الدستورية جارية، لأنه كما حصل مثلا جلسة مجلس النواب الحمد لله جرت بسلاسة، فنتأمل أنه جلسة رئيس مجلس الجمهورية أيضا ستكون بذلك الشكل أيضا.